السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد الرحمن ضبش من فريق دكتور سمارت. هنشرح النهاردة ستافيلوكوكا سوريس مايكروبيولوجي السيمبوليك مايند مابينج. طبعا كلمة ستافيلوكوكا سوريس المابكي بتاعها هو رجل العنب، لأن زي ما انتم شايفين ستاف يعني عنب، فهنا احنا راسمينها على شكل عنب ولونها بيربل عشان جرام بوزيتيف. تمام، هي معنى كلمة ستافيلوكوكا سوريس يعني البكتيريا العنقودية الذهبية، عشان كده احنا راسمينها على شكل جريب لايك كلاسترز، والخوذه والدرع لونهم جولدن. هنشتغل على اول حاجه على الفيرينس فاكتورز. هنبدا بالاهم واحد اللي هو الكواجليز. الكواجليز هنا راسمينه على شكل رمل. الكواجليز مهمته انه بيبروتكت البكتيريا اللي هي راسمينها هنا على شكل رجل عنب وعلى شكل وور ضد الجسم، حرب، والبكتيريا بتحاول تكسبها. الكواجليز بيمنع الفاجوسايتس اللي هي على شكل الوش هنا ان هي تشوف البكتيريا تهاجمها، وفي نفس الوقت بيعمل لوكالايز للانفكشن. تاني فيرينس فاكتورز معانا اللي هم الانفيزنز. الانفيزنز هم ثلاثه، في هاليرونيديز سبريدنج فاكتور، وفي الستافيلو كاينيز اللي هنا على شكل عنب، وفي الليوكوسايدن. الليوكوسايدن الليوكوسايتس، عشان كده الليوكوسايتس هنا وش حزين لان الليوكوسايدن بيموتها. تالت فيريانس فاكتور معانا اللي هو البروتين A اللي هو رسمين هنا على شكل البروتين بتوع البادي بيلدينج كده يعني. هنا في تراب اللي هي الاوبسونيزيشن، المفروض ان هو الرجل العنب ده هيقع فيها البكتيريا والبروتين A بتحميه، فاوبس ما وقعش يعني منعت الاوبسونيزيشن. وعندنا بعد كده رابع حاجه في الهيمولايسنز، ودي رسمين هنا على شكل رمح، يعني ان هي بتعمل بور اللي هي بور فورمينج توكسينز زي الالفا توكسين والفا توكسين، فعاملين هنا عين الراجل على شكل الفا، ودي زي ما قلنا ان هي بور فورمينج توكسينز، فاحنا رسمين هنا في الجسم على شكل. خامس فيريلنس فاكتور اللي هو الكلامبنج فاكتور، اللي هو بيساعد البكتيريا انها تعمل اديجن على التروماتايزد تيشوز والبلاد كلوتس، وهنا رسمينها على شكل بلاستر على جسم الانسان يعني. اخر حاجه عندنا في الفيريلنس فاكتورز الاكزوتوكسينز، اللي عندهم سوبر انتي ميكانيزم اللي هي ممثله هنا باشاره سوبرمان هنا وهنا وهنا، هنشرحهم بعد شويه في الديزيز. واول واحد فيهم هم الانتيروتوكسينز او المجموعه اللي هم مسؤولين عن الفود بويزنج. في اتنين التوكسيك شوك سيندروم توكسين نمبر 1، ده مسؤول عن التوكسيك شوك سيندروم. وتلاته اخر واحد اللي هو الايبي ديرموليتيك توكسين، وده مسؤول عن الستافيلو كوكال سكالد سكين سيندروم. هنا دلوقتي هنتكلم على الديزيز اللي بتعملها الستافيلو هوكاس اوريس، ودول طبعا من ضحايا الحرب بين رجل العنب البكتيريا وبين الهيومن بادي. دول بينقسموا مبدئيا لقسمين، البيوجينيك انفكشنز هنا والتوكسين ميديتد ديزيزز اللي هم على شكل سوبرمان. اول واحد البيوجينيك انفكشن، ودي بتتقسم لثلاثه. اول حاجه فيهم اللوكالايزد انفكشن زي الفولكولايتس اللي هي هنا، هو راجل كان بيحرق دقنه وحصل التهاب في الفولكل ساتلير، وزي السيرجيكال ووند انفكشنز اللي هي بتاعت الجراحة اهي، واخر حاجة التروماتيك انفكشن خاصة بعد البرن وهي راسه محروقة اهي. تاني حاجة الستافيلوكوكال نيمونيا. الستافيلوكوكال نيمونيا اللي هي هنا في اللنج اهي لونها اصفر، دليل انها ملتهبة يعني. تالت حاجة الانفيزيف كونديشنز، البكتيريا بتدخل الدم تعمل بكتيريميا، هي بكتيريا جوه الدم اهي، توصل للهارت تعمل اندوكاردايتس اللي هو، وتوصل للمينجيس تعمل مينجايتس اللي هو الطوق اللي فوق الدماغ ده. تاني حاجة التوكسين ميديتد ديزيزز، ودول هما تلاتة. أول واحد فيهم الستافيلوكوكال سكولدد سكين سيندروم، دي طبعا بتحصل في النيونيتس تحت 5 سنين، فاحنا هنا جايبين طفل صغير لابس بامبرز. بتتكون من لارج بولي، اللارج بولي اللي هي تحت الابيديرمس، وهنا شكل حاجات هي منتفخه، وبعد كده بترابشر، والحمد لله بيحصل فور ريكفري وذاوت سكار فورميشن، الحمد لله يعني قدامهم مستقبل. تاني حاجه في التوكسين ميديتد ديزيزز الستافيلوكوكال فود بويزنينج، وده التوكسين بيبقى موجود في البروتين ريتش فود زي الميلك اللي هو علبه الحليب دي، او اتس برودكتس زي الايس كريم، او بيبقى موجود في الكربوهيدرات ريتش فود زي الباستا وزي الكشري، وهنا ممثله بالبيتزا. البيتزا دي 6 قطع A B C D E، ومفيش طبعا F و G اللي هما الستة انتجينيك تايبس بتوع التوكسين.
الانكوبيشن بيريود بتبقى قصيره جدا، من ساعه لست ساعات، وهنا في ستوب واتش على ان هي قصيره يعني. من بعد ما ياكل اكل فيه بريفورمد توكسين اللي هو النوع الانتيرو توكسين يعني، الاعراض بتبقى فايلنت فوميتنج، فوميتنج شديد جدا، وشايفين الراجل يعني منتهي خالص، ودايريا، واهم حاجه مبقاش فيه فيفر، وفي العاده بتبقى سيلف ليميتد. تالت حاجه في التوكسين ميديتد ديزيز، واخر واحد التوكسيك شوك سيندروم. ده بيبقى بسبب الستاف اللي بتفرز توكسيك شوك سيندروم توكسين نمبر 1. اول مره ظهرت كانت في المنستريتنج فيميلز، احنا رسمين واحده فيميل اللي بيستخدموا الفاجينال تامبونز لفتره طويله من غير ما يغيروها. هنا طبعا رسمين اولويز 1، اولويز عشان الفاجينال تامبونز، و1 عشان التوكسيك شوك سيندروم توكسين نمبر 1. الاعراض تبقى سادن اونست فيفر، سادن اونست هاي فيفر اللي هي هنا مرسومه هنا بالاحمر كده، وفي بقى طبعا فوميتنج، ويبقى في ريد راش زي النقط الحمراء اللي موجوده دي، ويبقى في هايبوتنشن، جهاز الضغط اهو السهم الاحمر نازل لتحت يعني انه هايبوتنشن يعني وكده، ودايريا، واحيانا بيحصل كاردياك فيلير اللي هو شكل القلب بروكن ده زي الناس بتحب يعني وكده، وفي هنا رينال فيلير، الكليه هنا وقعت على الارض، كدني وقعت على الارض فكسرت فطلع منها يورين. هنتكلم دلوقتي عن اللاب دياجنوزيس. طبعا كنا قلنا الهيمولايسين هنا بور فورمينج توكسين، فرسمناها على شكل بورز. البورز دي وقع منها شويه بلاد، خدناها بلاد اجار، لان البكتيريا تعمل كومبليت هيمولسيس او بيتا هيمولسيس على البلاد اجار، هي على شكل بيتا. في اذر تيست زي مثلا الايزا ان كيس فود بويزنينج اللي هي اليسا، هنا دايما لابسه بينك، وبتمشي قطه اللي هي كاتاليز بوزيتيف، والقطه بتاكل من طبق اللي هو المانيتول سولت اجار، البكتيريا تطلع عليه يالو كولونيز. دلوقتي هنتكلم عن الادويه اللي بتعالج الستاف ديزيزز يعني اللي هي بتهاجم الستاف. اول حاجه كان في البنسلين، هنا رسوم على شكل قلم، وطبعا رجل العنب البكتيريا بالدرع عرفت تقاوم البنسلين فظهر الميثيسيلين. بعد كده ظهرت البكتيريا المقاومه للميثيسيلين اللي هي الميثيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكاي اللي هي المرسى، طبعا هي على شكل مرساه. ظهرت برضو في حاله اخطر شويه البكتيريا برضو قاومه الميثيسيلين، فظهر الفانكومايسين، وهنا فان على شكل فان تراك شاحنه يعني، ظهر مقاومه جديد يعني الفانكومايسين. ففي دوايين اللي هم اللي حاليا بيستخدموا البكتيريا المقاومه للفانكومايسين اللي هم الانزوليد والستريبتوجرامين. الانزوليد احنا قاسمينها اتنين، لاين اللي هو الخط اللي بيحطوه البنات على عينيهم يعني الاسود ده، وليد يعني اللي هو الجفن بتاع العين، وستريبتوجرامينز جرام اللي هي زي الكيلو اللي عند اللي هو الميزان اللي بتاخدوه في الوزن او كده. هما اتنين بيضربوا اشعه ليزر يعني، مش البكتيريا مش عارفه تقاومهم لان لسه ما ظهرهمش اي مقاومه. في الاخير احب اشكركم على استماعكم، واتمنى اكون فدتكم في ستافيلوكوكس اوريوس. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وسبسكرايب لصفحتنا للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، ولايك لصفحتنا على الفيسبوك دكتور سمارت. شكرا لكم والسلام عليكم.